ضربة كبرى من الداخلية المصرية ومقتل 6. ننشر لكم التفاصيل الخطيرة والعاجلة. وتحرك عاجل من البحرية المصرية في البحر الأحمر. ننشر لكم التفاصيل الهامة. وأمر عاجل من الرئيس السيسي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والتنفيذ فورا. وصدمة. ننشر لكم هذا الخبر المؤسف. استشهاد جندي مصري. التفاصيل الكاملة في قضية هزت الرأي العام. ننشر لكم مفاجأة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا IEB. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير. احنا بننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل اكتر من 1000 لايك، عاوزين نوصل اكتر من 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت. عاوزين نوصل اكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. انتوا رجاله وقدها ووطنيين. عاوز اشوف الرجاله في التعليقات. تعالوا نشوف تفاصيل اول خبر مهم جدا معانا. وضربه كبرى من الداخليه المصريه ومقتل 6. ننشر لكم التفاصيل الخطيره والعاجله. قالت وزاره الداخليه المصريه ان قوات الامن تمكنت من تصفيه 6 عناصر اجراميه شديده الخطوره خلال تبادل اطلاق النيران في محافظة الدقهلية بالوجه البحري. وأشارت الوزارة إلى أن فرق الأمن رصدت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة، مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان. وحسب الداخلية تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قيادات ومفتشي قطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، وتم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية. وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر إجرامية وإصابة 3. وقالت الداخلية إنها عثرت بحوزة المسلحين على بنادق آلية ومخازن و4 فرد خرطوش وكمية متنوعة من الذخائر ومخدرات وهواتف نقالة و3 دراجات بدون لوحات معدنية و20,000 جنيه. تعالوا نعرف التفاصيل وبيان الداخلية الكامل، حيث قالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية وضبط 3 آخرين و11 قطعة سلاح ناري وكمية من الذخائر والمواد المخدرة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة، فقد رصدت أجهزة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من مزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز شرطة المنزلة مأوى لها، مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، 4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات ما بين 35 سنة و8 سنوات في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل ومقاومة سلطات، يقومون بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، متخذين من المزرعة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع. تم استهداف البؤرة الإجرامية بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية، ولدى استشعارهم بقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم. أسفر التعامل عن مصرع 6 من عناصر البؤرة وضبط 3 عناصر أحدهم مصاب، وعثر معهم على 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش وطبنجة 9 ملي و4 فرد خرطوش و520 طلقة آلية 7.6 ملي وخزينة آلية 25 خزينة آلية و20 كيلو جرام بانجو، 50 جرام هيروين و20 شريط تامول و20,000 جنيه و14 هاتف محمول و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي النيابة العامة التحقيقات.
المصدر كان الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا في مصر. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، وتحرك عاجل من البحرية المصرية في البحر الأحمر، ننشر لكم التفاصيل العاجلة. تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 13 شخصا وإحدى عشر مصريا وسائحين من كازاخستان من الغرق أمس، بعد أن تعطل بهم مركب كانوا يستقلونه في رحلة صيد داخل البحر بشمال الغردقة. وقال مصدر لموقع الدستور المصري إن الأجهزة المعنية تلقت فجر أمس الجمعة إشارة بتعطل مركب صيد يدعى سي رينبو في عرض البحر بمنطقة شعاب الطوال يحمل 13 شخصا شمال الغردقة. على الفور تم الدفع بإحدى القطع التابعة للقوات البحرية التي عثرت على مركب الصيد بمنطقة شعاب الطوال بالغردقة، وتم إنقاذ جميع الركاب وكلهم في حالة جيدة. المصدر الدستور الحمد لله على سلامتهم، وتحية كبيرة للقوات البحرية المصرية، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والتنفيذ فورا. قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. ورفض معيط خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة NBC مصر الإفصاح عن حجم الميزانية التي سيتم تخصيصها لفيروس كورونا، لافتا إلى أن المهم أن تكون الدولة مستعدة لأي متغيرات أو مفاجآت. وأشار إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على توافر السلع والخدمات وتوازن الأسعار، وذلك بعد تجربة الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الضخمة التي نفذت خلال الفترة الماضية. المصدر كان من مصراوي، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل، أن وزير المالية المصري أفصح عن أن هناك ميزانية يعني لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن لم يتم الإفصاح عن المبلغ يعني محطوط لمواجهة لا قدر الله الموجة الثانية، وربنا إن شاء الله ما يجعل في موجة ثانية لهذا الفيروس. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني ومؤسف، صدمة، ننشر لكم هذا الخبر. استشهد جندي مصري في أحد هجومين استهدف مهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي مينوساما، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية في بيان. وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم الأول الذي وقع في منطقة كيدال كان بجهاز ناسف أصاب مركبة للمهمة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر بجروح بالغة. إما الهجوم الثاني فقد جد عن طريق إطلاق نار غير مباشر على معسكر، أسفر عن إصابة عنصر من قوات حفظ السلام من بوركينا فاسو. ويأتي الحادثان بعد أيام فقط من مقتل 12 مدنيا وما لا يقل عن 11 جنديا في هجمات في سكورا بوسط البلاد. ودان أنطونيو غويتريش أمين عام الأمم المتحدة بشدة الهجومين اللذين ارتكبا ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ودعا السلطات في مالي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. المصدر كان من وكالات عالمية والأمم المتحدة وآرتي، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. ربنا يرحم يا رب هذا الجندي ويجعله من أهل الجنة. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني والتفاصيل الكاملة في قضية هزت الرأي العام، ننشر لكم مفاجأة. أدلى المتهمان بسحل فتاة المعادي في مصر حتى الموت باعترافات تفصيلية في التحقيقات بعد القبض عليهما. وقال إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب وهواتف المواطنين والمارة في الشوارع بأسلوب الخطف. وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ميكروباص مطموسة اللوحات في التنقل بين الشوارع
لاصطياد ضحاياهما من المواطنين، وكشف أنهما يقصدان السيدات والفتيات لسرقة حقائبهن بأسلوب الخطف. وأشار المتهمان إلى أنهما يختاران الشوارع الهادئة وغير المكتظة بالمارة حتى يسهل عليهما الهرب بعد خطف الحقائب وهواتف المحمول للمواطنين والمارة في الشوارع. وكشف المتهمان أنهما يوم الحادث استقلا سيارة ميكروباص يعمل عليها أحدهما سائقا، وبدأ في البحث عن ضحية لسرقتها بشوارع المعادي، حيث وقع اختيارهما على شارع 9 بالمعادي. وأثناء سيرهما نبه السائق المتهم زميله بوجود فتاة تقف على أحد جانبي الطريق تحمل حقيبة، فاقترب منها السائق بينما قام المتهم الآخر بخطف الحقيبة، لكن الحقيبة تعلقت بالفتاة وسقطت على الأرض، وتمكن المتهمان من خطف الحقيبة وفر هاربين. وكشف المتهمان أنهما لم يعلما أن الفتاة لقيت مصرعها وأنهما لم يقصدا قتلها، ولكن كان هدفهما سرقة الحقيبة، مشيرين إلى أنهما بعد غروبهما علما بوفاة الفتاة من وسائل الإعلام وتم القبض عليهما من قبل رجال المباحث. المصدر كان من اليوم السابع. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الأليم. الحمد لله تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وللأسف يعني في أشكال زي دي عايشة ما بيننا. خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم من بناتكم وإخواتكم، ويعني لو حد حاول انه يسرق الشنطة بتاعتك او التليفون بتاعك، سيبي الشنطة او سيبي التليفون، ما تفضليش ماسكة في الشنطة او في الحاجة عشان بعد الشر ما يحصل لكيش حاجة. وربنا يرحم فتاة المعادي يا رب، ويعني اتمنى ان يكون هناك اقصى عقوبة على المتهمين دول، وربنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وحبايبنا يا رب. الأزهر المصري يدين هجوم باريس ويدعو إلى تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة. أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه. وأكد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. وكرر الأزهر دعوته إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان. ودعا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما دعا الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الآخرين. المصدر كان من RT. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا الأزهر كان من فترة طلع هاجم الرئيس الفرنسي ماكرون بسبب هجومه على الدين الإسلامي، ولكن الآن لما الأزهر شاف إن حادث زي ده لا يمثل الإسلام بأي شكل من الأشكال طلع دان هذا الفعل الشنيع. وهنا يعني نجد العدالة من الأزهر في هذه القضية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل، وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في أخبار تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.